اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده معاكم امير اسعد من قناه ديكور ورسم. النهارده معانا فكره مودرن سهله جدا وممكن اي حد ينفذها ومش مكلفه وشكلها شيك جدا، وهنعملها وهنضيف عليها جليتر. شاهد الفيديو للاخر وان شاء الله يعجبك. هنجيب اسود بلاستيك مط زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده هنجيب الاسود وهنبدا نملى الروله بتاعتنا وهنبدا ندهن الحائط. طبعا انا شغال بروله صغيره لان الحائط عندي مش كبير، لكن انت هتشتغل لو حائط كبير في رولة كبيرة. طبعا اللون الاسود دوت في منه جاهز، يعني مش لازم تجيبه كمبيوتر. اللون الاسود ده في منه في السوق موجود كيلوهات زي شركة باكين، وفي شركات تانية كتير بتبيع الاسود جاهز، يعني مش لازم تجيبه كمبيوتر. ويفضل يكون مط عشان بعد كده هنعمل الدهانات اللي عليه، هتبقى عليها جليتر وهتبقى نص لمعة أو ربع لمعة، يعني مفيش مشكلة. هنبدأ ندهن الحائط كله بنفس الطريقة. وبعد ما خلصنا الحائط بتاعنا هنسيبه ينشف كويس جدا، وبعد كده نبدأ نكمل شغل عليه. وطبعا اللي ظاهر على شكل حجر دوت ده فيديو قديم فبيعمل كده، لكن انت لو هتدهن طبعا مش هيعمل الشكل ده، ولما ينشف مش هتشوف الحاجات دي خالص. وكده بعد ما نتأكد ان الحائط بتاعنا نشف كويس جدا ويقدر يستحمل اللي احنا نحط عليه تيب، هنبدأ نعمل بالتيب شكل عشوائي زي ما حضراتكم هتشوفوه كده. بعد كده هنبدأ نجيب التيب. طبعا انا شغال بتيب 2 سنتي لان الحائط عندي مش كبير، يعني متر ونص العرض، لكن انت لو هتشتغل في حائط مثلا 2 متر 3 متر واكبر من كده هتشتغل بالتيب 5 سنتي. التيب زي ما حضراتكم شايفين كده، يعني بشكل عشوائي. بنبدأ بقطعة قماشة قطن، هنبدأ ندوس على التيب بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين. هنجيب بلاستيك سايبس 2000 أو أي بلاستيك نص لمع أو ربع لمع، أهم حاجة ما يكونش مط. وهنبدأ ناخد شوية على قد الحائط اللي احنا هنعمله. هنحط بالعلبة الاسود، يعني مش هنحط كتير، كام نقطة كده هيدونا بس لون رصاصي فاتح زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا البلاستيك ده انا خف شوية، حطيت له نسبة مية يعني مثلا 5% او 10%، مش اكتر من كده. بعد كده بجيب الجليتر وببدأ أضيف الجليتر، بس أنا هزود جليتر بحيث اللي هو يبقى ظاهر زي ما حضرتك شايف كده. وببدأ أقلب كويس وبضيف يعني شوية من الجليتر تاني بحيث اللي هو يظهر وأنا بشطه. ببدأ أقلب كويس جدا وهبدأ أشتغل بالخامة بتاعتي. كده هنجيب برولة صغيرة، لو الحائط كبير طبعا هتشتغل برولة كبيرة، وهنبدأ نملى الرولة وهندهن الحائط بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين. طبعا وعشان اسود مش هياخد وش واحد، هياخد اكتر من وش، يعني اقل حاجة وشين، فاحنا هندهن وش خفيف وبعد كده هنبدأ نعيد عليه. Thank you.
نبدأ نرجع نمس الحائط كله، بحيث اللي هو الخامة توزع ويقفل شوية، فلما أجي أديله الوش التاني يستر بسهولة. نسيب الحائط ينشف وهنبدأ نديله الوش التاني، وهنبدأ ندي الوش التاني الوش الأخير للحائط زي ما حضراتكم شايفين كده. هنبدأ نشيل التيب، وبكده نكون خلصنا الفكرة والديكور بتاعنا النهاردة. زي ما حضراتكم شايفين هي فكرة مش مكلفة، ولو اتعملت على حائط كبير هتكون زي اللي حضرتك شايفها كده، وشكلها شيك جدا، تنفع لشاشة وتنفع ورا ركنة ولو ورا سرير. الديكور ده ينفع في أي مكان في الشقة، وزي ما حضرتك شايف ألوان شيك جدا، وممكن تنفذه بالالوان اللي هي ماشيه مع العفش اللي معاك، مفيش مشكله. وهقرب لك برضك، هبين لك في اخر الفيديو الجليتر اللي احنا حطيناه شكله هيبقى ظاهر ازاي من قريب، لان ممكن يكون مش ظاهر في الكاميرا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. لو انت مهتم بالديكورات الجديده والديكورات الحديثه اشترك في القناه وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديده. اشوف حضراتكم على خير الفيديو القادم ان شاء الله.